بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية، وياريت تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حلقة اليوم معانا المكمل الغذائي الجديد ميلكيتا قطع بطعم الشوكولاتة، وهو يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، والعناصر التي يحتوي عليها ميلكيتا مكتوبة بوصف الفيديو. ويعمل ميلكيتا قطع على بناء العظام والحفاظ على قوتها وكثافتها، ويساعد في تجنب الإصابة بهشاشة العظام. الجرعة قطع واحدة 3 مرات يوميا أو حسب إرشادة الطبيب. العبوة 30 قطعة، سعر العبوة 70 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.